رجعنا لكم تاني وفقرتنا دلوقتي عن اضطرابات الاطفال ومعانا في الفقره الدكتوره مروه محمود حسين اخصائيه تخاطب وصعوبات تعلم اهلا وسهلا بك يا دكتوره مروه اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكي دلوقتي يا دكتور احنا كتير قوي الاهل بيواجهوا مشاكل مع الاطفال وما بيبقوش عارفين يتصرفوا ازاي انا عايزه اعرف امتى اقدر احكم ان طفلي عنده مشكله يعني من امتى وايه العلامات اللي تظهر عليه تحسسني ان انا لازم دلوقتي استشير دكتور هو أول حاجة الرئيسية اللي بتحصل ان الطفل بيبقى متأخر في اللغة أو مفيش لغة أصلا نهائي فبنبتدي في الوقت ده ان احنا نقول هنعمل اختبار سمع عشان نتأكد ان القنوات الحسية عنده يعني بتعمل بشكل تام ومفيش أي اضطراب حسي أو اضطراب نفسي تمام أو اضطراب يعني اضطراب اجتماعي تمام ففي الوقت ده بنبتدي نعمل الاختبارات دي لو اثبتت ان الطفل يعني سليم تماما مفيش اي مشكله بنتوجه ان احنا نعمل اختبارات اختبارات زي اختبار الذكاء او اختبار كاردز هو اللي بيحددنا إذا كان الطفل ده عنده توحد أو مفيش نسبة توحد تمام والموضوع مجرد تأخر لغة عادي. تمام طيب إيه اللي ماما تقدر تشوفه في البيت بالظبط وتقول إن ابني محتاج أصلاً إن هو يبتدي الطريق ده. الطفل ما بيتكلمش أو بيتكلم أقل من أقرانه أو اتكلم وفقد اللغة قبل سن تلات سنوات. يعني بيتكلم كويس تماماً وقبل سن ثلاث سنوات حصل له فقد للغه اللي هو كان يعني ده ممكن يحصل ان هو يتكلم وفجاه يقف عن الكلام اه وهو بيحصل ان هو بيتكلم وفجاه يقف عن الكلام قبل سن الثلاث سنوات يعني م. لازم قبل الثلاث سنوات وده نوع من انواع التوحد اللي هو انتكاس طفولي يعني في نوع م. من انواع التوحد هو كذا نوع احنا هنتكلم عنه م. في نوع منه اللي هو انتكاس طفولي ان يعني الطفل اتكلم وكان عنده لغه وفجاه فقدها تمام تمام آه 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 في حركات نمطيه كثيرة جدا زي ايه رفرفه إن الطفل يبقى متشبث بالاشياء يعني مثلا ماسك كوره ماسك مم. عربيه بس ما بيلعبش بيها اللعب الوظيفي بتاعها طيب الرفرفه دي معناها ايه دكتور؟ آه هو بيتوحد مع حاجه معينه يعني ايه توحد؟ مم. ان الطفل بيلتصق بحاجه معينه بتعمله اشباع بتعمله حاله من الهدوء آه آه لما بيعمل حركات تكراريه او نمطيه مم. هو بيحس ان هو بيهدى عنده مم. هو اضطراب حسي آه بي بي او اضطراب عقلي برضو آه. فبيحصل له هدوء مع الحركه دي او ان هو بيتابع حركه مروحه بتدور او اي مم. حاجه بتدور آه التفاعل الاجتماعي مع زمايله او مع اقرانه ما بيقدرش يلعب او يتفاعل اجتماعي سواء مع اقرانه او قرايبه تمام حتى الاحضان والبوس والاحضان للام والاب احيانا بيبقى صعب عليهم جدا ان يعمل ده حتى هو متعلق بماما وعاوز ماما اوقات تبقى موجوده واحيانا ما بيبقاش واعي لدة لكن وهي موجوده ان هي تحضنه في اطفال صعب عندهم الـ الـ يعني حته التلامس دي لوحدها بتعمل لهم مشكله بتعمل مشكله عندهم آه في اطفال منهم عندهم اضطرابات سمعيه مم. آه يعني ممكن يسمع اصوات عاليه جدا وما ما ما يبديش اي يعني تاثير م. وصوت يبقى بسيط او ملمس بسيط بالنسبه له بتعمل مشكله وما يقدرش يستحملها م. ملامس معينه م. ممكن يلمس حاجه وحاجه سخنه وما يبديش اي احساس بالالم وحاجه ناعمه او حاجه بسيطه جدا ويحط ايده عليها تبقى بالنسبه له دي حاجه مشكله ما يقدرش يكمل ان هو يلمس الملمس الناعم ده م. تمام دي كلها علامات تقدر تبين لي ان ابني عنده مشكله فعلا ولازم استشير دكتور اه هو ثلاث علامات ما والاي كونتاكت اهم حاجه مفيش تواصل بصري آه تاني حاجه مفيش تفاعل اجتماعي او مم. التفاعل الاجتماعي آه شبه منعدم مم. اه ثالث حاجه مفيش لغه او اللغه آه بسيطه ككلمات آه آه. تكراريه او مفيش كلمات خالص او فقدنا مم. الكلام طب ده يا دكتور بيرجع سببه لايه يعني ايه سبب هل هو يعني مرض وراثي هل هو ايه سببه أه لحد دلوقتي الابحاث ما فيش اي بحث اثبت ان التوحد سبب معين فاحنا نتجنبه تمام آه آه مفيش ابحاث اثبتت ده بس احنا ممكن نقول يعني الاكلات السريعه اللي بناكلها الام وهي حامل في الطفل أوه. ممكن نقول مجموعه الباراسيتامول الادويه دي ممكن لو كانت بيب. الام عندها اضطرابات نفسيه زي يعني في ادويه بتاخد الأمراض زي الاكتئاب وغيره أوه. ممكن تس... ممكن تكون مسبب يعني. بس أوه. مش هي السبب الاساسي او الرئيسي اه تمام الحاله الوحيده اللي اللي فيها اضطراب كروموزومي اللي هو ريد سندروم م. اكس اللي هو اللي يعني كروموزوم اكس اكس آه. غير كده ما فيش أي, اي سبب ما طيب. فيش اي سبب لحد دلوقتي العلم اثبته بشكل قطعي م. ونهائي تمام تمام طيب دلوقتي يعني عايزين نعرف برضو كان بيتقال شويه حاجات كده اللي هو الموبايل ممكن يكون سبب من اسباب التوحد هل الكلام ده يعني مش مش صح هل فعلا هو طبعا الموبايل والتلفزيون واي حاجه من هذا القبيل مم. بتزود السمات دي لان هو هو اسمه اضطراب طيف التوحد لان هو مجموعه اطياف مم. يعني ما فيش طفل بيجي بنقول عليه توحد هو لا هو اسمه اضطراب طيف التوحد مم. مم. فممكن يبقى عنده مجموعه من السمات وجوده قدام التلفزيون وجوده قدام الموبايل طبعا بيزود مم. الموضوع ده خاصه ان قنوات الكرتون واللغه العربيه الفصحى، في اطفال منهم بيتكلموا لغه عربيه فصحى <سؤال> ايوه ايوه فعلا بطريقة <سؤال> تكراريه أوه. أو بيكرر نفس الكلام ما بيوظفهوش آه فطبعا دي من وسائل يعني وسائل مش مش هقول هي السبب بس بتزود بس بي... يعني العرض مم. اللي موجود بتزود من احتمال ال... الاصابه ولا بتزود العرض نفسه؟ لا هو هو آه هو اوريدي موجود فهو أوه. بتزود الاعراض دي ما بتقللهاش تمام لأن احنا في التوحد ما بنشتغلش او في اضطراب في التوحد ما بنشتغلش على ان هو مرض فهنعالجه احنا أوه. بنشتغل على مجموعه اعراض أوه. ظهرت لنا أوه. عن طريق برضو اختبارات وبنبتدي نقلل الاعراض دي ونخليها قريبه من النورمال زي الطفل العادي طبعاً. لكن ما بنقدرش نديله دواء وبكره يخف اه اه انا فاهمك طيب هي دلوقتي طب فكره ان زواج الاقارب ممكن يعمل مشاكل هل هل ده ممكن ينتج نتيجه زواج اقارب مثلا ولا ده ملوش علاقه او مفهوم خاطئ؟ هو لحد دلوقتي ما فيش حاجه العلم ما اثبتش ده في التوحد هو اثبت في حاجات تانية زي التاخر العقلي او الدرجات التاخر العقلي او او الامراض اللي هي الوراثيه التانية زي مثلا اب وام اصم ممكن يطلع طفل اصم تمام لكن التوحد لحد دلوقتي للاسف مم. ما فيش حاجه زي كده اثبتوها طب تمام طب حضرتك كلمتينا في الاول عن انواع التوحد وان هو مش مش حاجه واحده لا ده له انواع كتير أوه. طب كلمينا بقى اكتر عن انواع التوحد 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 ليه كذا نوع في التوحد الكلاسيكي مم. التوحد الكلاسيكي ده هنتكلم عنه يعني هقول كل الانواع بعدين هنتكلم شويه على الكلاسيكي لان هو مم. اكتر نوع مشهور والاطفال كتيره بتتصاب بيه في عندنا الريت سندروم مم. سبرجر سيندروم اللي هو مم. الفئه اللي, اللي هم بيبقى عندهم قدرات عقليه اعلى او قدرات لغويه اعلى آه. من اقرانهم آه عندنا آه التوحد انتكاس الطفولي الطفل اتكلم وفجاه آه قبل سنه ثلاث سنين فقد اللغه مم. والتوحد الكلاسيكي اللي هو بيبقى كل الاعراض اللي احنا قلناها قبل كده ان رفرفه آه مفيش تواصل بصري مم. الطفل بيلعب بالاشياء لعب غير وظيفي ما فيش عنده تفاعل اجتماعي مم. لما بيبقى في وسط اقرانه ما بيقدرش يعني بنحكي قصه هو ما بيقدرش يفهم احنا بنقول ايه او ان هو يتابع معانا آه عن... زي شارد ذهنيا كده آه يعني آه هو أوه. في منطقه كده لوحده اضطراب التوحد بيخلي الطفل قاعد في منطقه لوحده هو عامل العالم الخاص بتاعه اللي مم. بيريحه اللي بيحسسه بالامان اه هو ده الاضطراب الكلاسيكي، الانتكاس الطفولي قلنا ان هو الطفل اتكلم وقبل ثلاث سنين فقد اللغه م. تمام؟ الريت سندروم ده بيصيب الاناث مش الذكور وده اصعبهم م. صعب جدا وهو ده الوحيد اللي اللي قدر العلم يثبت ان في كروموزوم اكس اكس هو السبب في ده. م. م. الاسبرجر سندروم ده اللي بيبقى عنده قدرات عاليه يعني ممكن يبقى عنده قدر ان هو يرسم حاجات صعبه شويه مش اي حد يقدر يستوعبها أوه، أوه. ممكن يعمل عمليات حسابيه عاليه شويه بس بيبقى عنده برضو صعوبات في القراءه في الكتابه وبيبقى عنده مشكله في توظيف اللغه بشكل صحيح يعني م. هو بيعرف الكل يعني هو ده النوع الوحيد اللي بنقول عليه التوحد الناطق يعني ده يعتبر احسنهم هو آه احسنهم بس أوه. عنده مشكله بيقلب مثلا مؤنث مذكر ما, ما عندهوش توظيف للضمائر م. فوق تحت اللي هي ظرف الزمان والمكان م. مش بيقدر يتكلم اللغه بشكل اللي هو الطبيعي بتاعنا عنده م. فهم حرفي للحاجات برمجته الكلام اللي هو ما وراء الكلام م. هو مش فاهمه يعني ممكن تقولوا الحاجه هو زي ما قلتها له بالظبط أيوة زي ريبورت أيوة. كده أوه. ده زي فيلم كده داستين هوفمانز رين مان مثلا كان عنده قدره رهيبه ان هو يعمل عمليات حسابيه محدش طبيعي يقدر يعملها خالص يعني أوه. ف... ف... فده معناه ان هم طب هل ده معناه ان ده اكتر استجابه مثلا لل... للعلاج هو طبعا اكتر استجابه لل... لبرامج التاهيل ويدخلوا كليات وفي منهم دخلوا كليات قمه وتخرجوا وبيشتغلوا في اماكن كويسه مم. بس برضه بيبقى عندهم مشكله في التفاعل الاجتماعي يعني بيبقى في حته واقعه كده ما بيقدرش يعمل تفاعل وتواصل مع الناس زي اي حد عادي يعني دي النقطه المشتركه تقريبا في في, في كل انواع الطفل التوحد اه صح ان هم الجانب الاجتماعي عندهم يعني مش مش سهل ان هم يعني تقدري تقولي منطويين ما بيعرفوش يتعاملوا مع اه شبه ان هو الجانب مم. ده عندهم واقع ما مش ما عندهمش تواصل مع الناس وما بيعملوش ده بسهوله اه وما يقدرش يتواصلوا مع اي حد يعني حتى في المحيط القريب ممكن مع الام والاب التواصل ما بيبقاش بالشكل الطبيعي. اه اه طب ايه بقى اكتر نوع صعب ان هو يستجيب للعلاج؟ اكتر نوع من انواع التوحد؟ اكتر نوع صعب هو هو مش موضوع اكتر نوع صعب، يعني احنا بنعمل اختبارات زي اختبار كارز هو ليه درجات في درجه بسيطه وفي درجه متوسطه وفي درجه شديده آه فهو آه احنا يعني اكثر نوع منتشر اللي هو التوحد الكلاسيكي تمام التوحد الكلاسيكي نسبه الاعراض اللي عندك مم. ايه مم. آه انت عندك آه مت... آه نسبه متوسطه ولا نسبه بسيطه ولا مم. نسبه عاليه مم. بناء عليه بيكون هو صعب التدخل او التدخل هنكثف عدد الساعات في برامج معينه بتشتغل يعني في برامج زي لوفاس في برامج زي سرايز وفي بر... في برنامج منتسوري دي بيئه متكامله هتقعديه في البيئه دي او او هتنفذي البرنامج ده او هتوديه في مكان متخصص لمده كام ساعه في اليوم ده لازم ده اساسي اه وهياخد قد ايه بس يعني في المقابل هيروح برضو مدرسه عاديه ولا لازم مدارس متخصصه على حسب هو قد ايه في حالات بتبقى الدمج فيها صعب جدا صعب م. وفي حالات بتبقى اللي هي البسيطه م. بس بيحتاج شادو تيتشر او حد معاه اه ويبقى موجوده في المدرسه دي غرفه مصادر مش هيقدر ياخد كميه التع... يعني المواد التعليميه اللي بيدرسها الطفل العادي أوه. فاحنا هيحضر جزء مثلا من ال... من الكلاس وبعد كده بندخله في اوضه المصادر مع مختص م. يبتدي يسهله او يبسط له ده بطرق حسيه بطرق سمعيه وبصريه مختلفه شويه عن اقرانه العاديين تمام تمام وكده يعني هي الام بقى تقدر تتصرف ازاي يعني طريقه التعامل بتختلف مثلا هل انتوا بتنصحي الام بحاجات معينه تعملها مثلا زي ما بت بتن... يعني بتقولي لها حاله ابنها او كده هل بتنصحيها ازاي تتعامل معاه آه الام مجرد ما, ما لاحظت آه يعني مجموعه الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها آه آه ابنها مش بيتواصل مش بيتفاعل ما بيبصلهاش م. لما بتناديه هو خلاص احنا عملنا اختبار السمع وهو م. تمام جدا وسمعه كويس م. بس بناديه هو اصلا ما بيلبيش النداء أو بقول له أمر بسيط هات الكوباية أو خد الكوباية هو ما بيقولش ما بيتكلمش أو عنده تشوه وحذف وإبدال وعدم يعني اللغة عنده ما فيش جملة بتطلع أو الجملة البسيطة حتى لو بيطلع كلمات مش مش في مكانها هو بيقول كلمات كده مع نفسه طيب. آه عنده مشكلة في التفاعل والتركيز والإنتباه وكل العمليات المعرفية دي طبيعي الام لما بتشوف ده بتحس ان ابنها في جاب بينه وبين اقرانه فلازم تتوجه لمختص مم. المختص هيوجهها للاختبارات والاختبارات هي اللي هتحدد مم. آه ابنها في اي فئه ومحتاج تدخل قد ايه وايه البرنامج اللي هنشتغل عليه بالظبط وهي كمان تتعامل معاه ازاي طبعا لان اكيد طبعا الام احنا بنقول الام هي يعني الارض الصلبه <applause> اللي بيقف عليها الطفل <applause> فهي لازم تبقى ماشيه بالتوازي مع مع فريق عمل لان طفل التوحد او اضطراب التوحد ما بي يعني ما بيتمش عن طريق اخصائي تخاطب او او طبيب مثلا نفسيه ان هو يكتب له ادويه او او تنميه مهارات فقط او او مثلا اخصائي حسي لا ده حق. كله بالتوازي. الاضطراب ده بالذات اللي محتاج فريق عمل كامل وبتبقى الام جزء مم. اساسي من الفريق ده. أوه. ولازم تحضر اجزاء يعني في اخصائيين او في مراكز بتخلي الام تحضر اجزاء من الجلسات مم. عشان تطبق ده في البيت. يعني بيأهلوا الام كمان يعني أوه. بيأهلوا الام ازاي تتعامل مع مع حاله طفل التوحد. بالظبط لان أوه. احنا احنا محتاجين كل دقيقه. أوه. كل دقيقة في حالة النوع ده من الأطفال بتفرق معاه بتفرق إن إن مهاراته يحصل فيها نمو والجاب بينه وبين أقرانه يقل فيبتدي مش هنقول يتعامل إن هو النورمال 100% بس يبقى قادر يتعايش مع المجتمع ويقدر بعد كده إن هو يتعامل في حدود يعني يعني مش لازم الطبيعي بس هتبقى في فرق بينه وبين الطبيعي بس ما يبقاش بالشكل المنعزل او العالم اللي هو في عالم تاني خالص. يعني احنا نقدر نقول ان ان احنا بن مش هو مش علاج ولكن تحسين للحاله وتحسين لمستوى المعيشي انه يقدر يعيش ويتعايش مع اللي حواليه. بالظبط احنا بالضبط. بنحسن الاعراض وفي م. اطفال منهم يعني بيتحسنوا وبيبقوا في مدارس وبيتعلموا بيتعلموا زي اقرانهم بس بنسبه الاستيعاب بيبقى اقل تمام احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور وعلى عفوك. وقتك النهارده وعلى المعلومات الثمينه اللي حضرتك قلتها لنا فعلا شكرا ليكي أه واحب اخد منك كلمه اخيره كده توجهيها للامهات اللي عندهم اطفال عندهم توحد أه اول حاجه النوع يعني النوع ده من الامهات بيحتاج دعم أه وبيحتاج منهم يعني تقبل وصبر وهدوء لان الطفل التوحدي بيبقى هبه من عند ربنا هو اكيد في حكمه ان الاسره دي ربنا رزقها بالطفل ده فالام تاخد الموضوع بهدوء ببساطه وتستعين بربنا تشتغل مع الطفل على قد ما تقدر ما تفقدش الامل تمام. لان في امهات كتيره بتقع في النص وتقول خلاص كنت. هو هيبقى كده و... وتحاول ان هي تدور في الاتجاهات الصحيحه تروح لمختصين قادرين يعملوا لها برنامج متخصص مم. للطفل على حسب حالته لاني بيختلف من طفل للتاني تمام بنشكرك جدا يا دكتور واخر طميم. حاجه بس التلفزيون أو. ما نعرضوش الاطفال قدام التلفزيونات التلفزيون التلفزيون والموبايلات ولا الموبايلات <applause> بالظبط كده بنشكرك جدا يا دكتور مروه الحبيبة. نورتينا النهارده وخلصت حلقتنا النهارده وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج صباحك روز الاسبوع الجاي في نفس الميعاد